أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. أعزائنا المشاهدين، هذه المرة من بغداد والشاعرة العراقية الإعلامية الأستاذة نضال العزاوي معنا عبر سكايب. أهلا بك أستاذة نضال، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك أستاذ مصطفى، وأهلا بكل كادر تلفزيون الرافدين وكادره، وأهلا بالقنوات الفضائية التي تبث عبر الفضاء لترتقي بكل كلمة طيبة في مجتمعات الوطن العربي. شكرا لكم. أهلا بك. دعينا نبدأ مباشرة وقبل الشعر بهذا السؤال أستاذة نضال، يعني كما تعلمين لملامح ثورة تشرين شجون، لملامح ثورة تشرين شجون خاصة في نفس المرأة العراقية. حدثينا عن هذه المرأة التي ترفض الانكسار وتثبت دائما أنها جديرة بأن تكون دائما في الصدارة. طبعا المرأة العراقية في ثورة تشرين المباركة، ثورة الأحرار والثوار والفقراء طبعا بالذات، أبرزت المرأة العراقية كل قدراتها، بالإضافة إلى القدرات البيتية الخاصة. طبعا المرأة العراقية جلست في ساحات التحرير في جميع المحافظات، وهي تراعي كل الثوار، تطعمهم من يدها، طبعا تطبخ وتعجن وتخبز وتغسل ملابس الثوار، بالإضافة إلى كلمتها ووقفتها، وخصوصا وقفت أم الشهيد. نعم. وأخت الشهيد وزوجة الشهيد. حدثينا عن أولئك السيدات العظيمات بشيء من الاستفاضة، وليتك تذكرين لنا بعضا من القصص التي عينتها بقلمك شعرا أو الصحافة ورصدا للواقع. تفضلي عن أم الشهيد وأخته وزوجه. طبعا كتبت عن لسان أم الشهيد أو أخت الشهيد أو زوجة الشهيد، كتبت بعض الأبيات القليلة، لكن بالإضافة إلى كتاباتي الإعلامية في حق شهداء الثورة وحق أحرار الثورة، كتبت، تسمح لي ألقي بعض الأبيات المرأة حبا وكرامة. قلت فيها: أحكي لكم من حسرتي ما كان، يا الله، وأبث من حزني به أشجانا، عن ثورة فيها الجياع تزاحموا، والكل عن حق الحياة تفانى، أم فتية زهر العراق يحيطهم، بذلوا له الأرواح والأبدان، قالوا نريد العيش فيه كرامة، والسلم كان بقربهم عنوانا. أسفي أسفي على أم يخاطبها ابنها تحت التراب ويرتجي الأحضان، والأم تصبر بل تعيش بلوعة، والدمع راق عينها تحنانا. كيف استطاعت ثورة تشرين باعتقادك سيدة نضال والحراك الشبابي القائم، كيف استطاعوا أن يكونوا الأثر الذي يجعل قصيدة الشاعر أبقى وقادرة على صناعة الحياة؟ طبعاً الثورة حين بدأت في 11، كأن الشعب كان يعني ينتظر هذا البركان كي يثور، وثارت معه كل الإمكانيات، كل الإمكانيات والإبداعات النسوية والشبابية، ويعني اختلط الذكور مع، بينما كنا في نزاع بين المجتمع الذكوري الأدبي، لكن في الثورة توحد المبدعون. الرسم في جدران ساحات التحرير، النساء البسيطات التي أتن ليطبخن للثوار، وحتى غسالات في وسط ساحات التحرير حتى يخدمن الثوار في غسل الملابس وطبخ الأكل وجميع أصناف الطبخ، حتى يخبزون طبعا النساء في ساحات التحرير.
جميع إمكانات الشعب العراقي هبت في هذه الثورة حقيقة. يعني ظهرت هاي الإمكانيات وهذا الصمود وهذا الصبر عند العراقيين شيء مفرح رغم الألم والوجع اللي دخل في صدورنا، لكن هو مفرح. خذينا الآن إذا أحببتي إلى قصيدة كتبتها بأحد الفتية الذين تعرضوا إلى الإمعان بالإذلال المقصود من قبل بعض المتنفذين، إلى تلك القصيدة التي وجدت صدى مميزا. تفضلي أستاذة. طبعا هناك قصيدة بعض الأبيات كتبتها ردا على قصيدة ألقاها الشاعر أحمد بخيت في مهرجان أمير الشعراء في الإمارات، وأخذت بيت من القصيدة وجاوبت الشاعر الكبير أحمد بخيت. تفضل. يقول في بيته: تناجى الغريبان كيف العراق عصي على الموت والانحناء، فقلت له: أيا من سألت بحرف الرثاء وبوحك دمعا بغير انتهاء، أجيبك عن دجلتي كيف عانت وأضحكت إن بغير انتهاء، تنادت شباب بعمر الزهور فجاء النخيل يلبي النداء، يريدون أرضا وشعبا عزيزا وعدلا مع الناس دون افتراء، عراة الصدور كبار العقول بعزم كعزم الحسين سواء، فنادي ليل تبار النجوم وتفترش السجد دون العراق، وفيهم نساء رفضن الخنوع وأصبحن درسا لكل النساء. الله، جميل. وكن مطمئنا، فهذا العراق ومنه الشموخ ومنه الإباء، ومهما مرضت فلا لن تموت، فأنت العراق أبو الأنبياء، ومهما استجار في شليل فلن ينحني خط شعب الفداء. فلن ينحني قط شعب الفداء. أحسنتي أستاذة نضال. ما الذي يحتاجه العراق هذه الأيام حتى ينال أبناؤه الحياة الكريمة التي يستحقونها؟ ما الذي ينقصنا من أجل تحقيق هذا الحلم المأمول؟ طبعا العراق جريح وبحاجة إلى ضماد إنساني. الضماد الإنساني يأتي بعد انسجام هذه الأمة عن أمة العراق والحكم الجائر التي عاش العراق في ظله سنوات وسنوات من الجوع والقتل والتهجير. هذه المعاناة بحد ذاتها هي مؤلمة، وندعو الله أن يكف هذا عن الشعب الطيب العراقي. اللهم آمين. إلى القصيدة التي طلبتها منك، وهي عن الفتى الذي تعرض لإهانة ووقف الشارع العراقي على اتساعه إلى جانبه، وكنت كتبت عنه بعض الأبيات. تفضلي بإلقائها إذا أحببت أو إلقاء ما تحبين من القصائد. نعم، تفضل. هذه القصيدة كتبتها حين رأيت المجلة التي تعرض لها هذا الفتى الصغير من الثوار العراقيين، فقلت في حقه: لي عند ذكرك حسرة الإخفاق والجفن غاص بدمعي المهراق، يا طفل أرض الرافدين تقرحت كل الحروف وأدميت أوراقي، ماذا أقول وخافقي يبكي لما عانيت من أرق ومن إملاقي. يا الله. لك في العراق بحار نفط كلها،
بالطامعين تباع في الأسواق. لك في العراق مجددا، تفضلي. لك في العراق بحار نفط خيرها، بالطامعين تباع في الأسواق. اي والله. وأراك تنذرك اليتيم معيشة، وأباك مذبوحا بلا إشفاق. ويد الضلالة تفتري في خبثها، فيذوب قلبك من لظى الأطواق. يا الله. يأتي الدواعش واليهود لكي ترى بفظاعة قطعا من الأعناق. واللاجئون ترى الخيام تحوزه، لم يبق بين الأقربين تلاقي. يا الله. فالأم تفترش التراب حزينة، وتطير شكواها إلى الخلاق. فالأم تفترش التراب حزينة وتطير شكواها إلى الخلاق. والعقل في طفل العراق مشتت، ويدور في التفسير في الآفاق. ماذا جنيت لكي أكون بلا أب؟ ماذا جنيت لكي أكون بلا أب؟ ولصوص قومي قطعوا أرزاقي. بيتي تهدم واختفت آثاره، ومناعبي ضاعت وكل رفاقي. هم حاولوا قتلي بكل طريقة، ما عاد لي ملك سوى أخلاقي. يا الله قاسي. فأنا سليل العرب أروع أمة، وإذا نسبت لمعشر فعراقي. وإذا نسبت لمعشر فعراقي. طاب هذا العراق، وأتمنى أن يتخلص من كل الطغمة الفاسدة التي تعكر صفو حياة أبنائه، كل أبنائه. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة ومن ثم نعود، ابقوا معنا. ما زلت أسبر غور ذاتي جاهدا، فأراك ملء السمع بل ملء البصر، وأراك قبلة خاطري في كل ما تستقبل الخطرات في كر وفر، وأراك في أعماق عمقي حاضرا، وأرى جلالك في الدقائق قد ظهر، وأراك في خلجات نفسي ظاهرا، وأرى جمالك في الرقائق قد حضر. يا رب فاقبضني إليك معجلا، إن كان لي في ظل عرشك مستقر. ضيفة هذا العدد من برنامجكم بيت القصيد معنا عبر سكايب من بغداد، الشاعرة والإعلامية الأستاذة نضال العزاوي. أهلا بك أستاذة نضال مجددا. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بك. حدثينا عن ملامسة الوجع لذات الشاعرة نضال العزاوي، المواقف الحياتية، المواقف الوطنية اليومية الشبابية التي عشتها، حدثينا عن هذه الأوجاع وكيف عينتها بقلمك أيضا منطلقة من حسك الإنساني والوطني العراقي، تفضلي. طبعا من خلال عايشتي مع الثوار في ساحات التحرير، وأنا أتطلع إلى الشهيد حين يقع وتنقله عربة التكتك البسيطة هاي في جسارة وفي قوة، وأيضا رأيت الشهداء والكثير من الشهداء وهم يتساقطون واحدا تلو الآخر. يا الله. ولا ومعهم الثوار ولا يتجاوز أعمارهم 14 و13 سنة وأحيانا 10 سنوات.
وهو يهرول في جثة أخيه في التوك توك ويسلمه للقطعات الخلفية، ثم يعود للساحة ليلتقط هذه القنابل الوسيلة للدموع بكل قوة. هذه القلوب الجسرة، هذه القوة، يعني حقيقة عجبنا من أين أتت هذه القوة. أستاذة نضال، مجددا دعينا نعود إلى الشعر. القصيدة التي ستقرأينها علينا في إطار ثورة تشرين أيضا، قبل أن ننتقل إلى ما تحبين من قصائد من لون شعري آخر، تفضلي. كتبت لشهداء الثورة وأحرارها وهم لا يتجاوزون 20 من الأعمار والـ14، وقلت لهم نوح الحمام يا من بربهم المهيمن ساروا، شهداء قد رحلوا وهم أحرار، العين تعتصر الدماء لفقدكم من حزنها وضيوفكم تذكار، ستنوح بعدكم الحمائم كلها وتصاغ من أرواحكم أسفار، فطت الخطوب بلوعة لا تنتهي، والحرب يكتب نصرها التجار. يا الله، جئتم تريبون الحياة بعزة، والعدل مفقود به المعيار، ورصاص حقد جاء ينتزع الحشا فوق الصدور لأنكم ثوار، والأمهات شربن كاسات الردى ودموعهن من الأسى أنهار، يا من أبيتم ذلة كحسيننا، أنتم لأرض الصامدين منار، يبكي نخيل الجلتين بحرقة، فارقتموه وفارقتكم دار، ناموا بقرب الله يا أحبابنا، ناموا بقرب الله يا أحبابنا، هو ثابت وزماننا دوار. شكرا لك أستاذ مصطفى. الزمن دوار، ولا بد أن يأتي يوم القصاص من كل ظالم، من كل من يقسو على شعبه ولا يتقي الله في هذا الشعب ولا يقف على أمانته كما ينبغي. أستاذة نضال، إلى حديث من نوع ولون وشكل آخر، حدثينا الآن. نعم. لو تفضلت عن فكرة الشعر وعملك في مجال الصحافة، هل العلاقة بينهما كانت تكاملية ومنسجمة، أم أن أحدهما أثر عكسياً على الآخر؟ طبعاً الشعر والإعلام هم منبع واحد في طريق واحد. نعم. الكل الاثنان مرتبطين ببعضهما، الشعر إنساني والصحافة هدف إنساني وأمانة إنسانية. الشاعرة والإعلامية سارت في طريق إبداعها في الساحات الأدبية ومشاركاتها في الإعلام. نعم. لكن هناك جزئية عمياء ثقافة وبصيرة، وهي لا تستند إلى أساس مدني ومجتمعي متحضر، تجعل طريق الأدب بالنسبة للمرأة طريق صعب وشاق. وهناك بعض الأديب، بعض الشاعرات والإعلاميات لم يكملن هذا الطريق ولم يكملن مسيرتهم الثقافية، وذلك بسبب الانتقادات المجتمعية وفرض الجانب الذكوري وإهمال المنتج النسوي. هذا ما شاهدناه في أوساطنا الثقافية والأدبية مع الأسف. وجدتك كثيرا تطرحين مصطلح التسلط الذكوري، هل فعلا المبدعة العراقية في مختلف المحافل المحلية داخل العراق على مختلف
أو على امتداد محافظاته، هل فعلا تعاني المرأة من سطوة ذكورية حتى في المشهد الأدبي؟ هل هذا موجود؟ طبعا هذا أكيد. رغم إبداعاتها وإصرارها على النجاح، لكن الساحة الأدبية ومشاركات المرأة وسماتها في إثراء المشهد الثقافي ما زال يؤشر ارتباكا واضحا في مسيرتها الإبداعية من خلال انعدام التكافؤ في الفرص وسيادة الذكورية كمنتج إبداعي في الساحة الثقافية والثقافية والأدبية والسياسية أيضا. فإنه يرفض بطريقة غير مباشرة مبدأ المساواة بين الجنسين. بل وفي أحيان كثيرة يقف حائلا أمام التجارب النسوية الناجحة، وهذا يدل وبلا شك على انعكاس الأعراف الاجتماعية ومحاولة التمسك بها إلى حد ما من قبل الرجل طبعا، وإذا وإن كان حتى على حساب ما تنتجه المرأة. هذا ما لمسناه في أوساطنا الأدبية مع الأسف طبعا. لكن لا تخلو الأوساط الأدبية أيضا من شيء من الأمل ونقطة ضوء على الطريق تسعى إلى إعطاء طبعاً المرأة حقها، لابد أن هذا موجود أيضا. طبعا أنا في هذا الصدد كتبت في تفاخر المرأة طبعا وإصرارها على النجاح. تفضلي اسمعينا. في نفسي طبعا تفاخر بنفسي، ولو أني تلميذة أحبو على أعتاب الشعر، لكني ما تعرفت له من ظلم في الأوساط. في النهاية أنت تتحدثين بلسان حالك ولسان حال النساء العراقيات مجتمعات. إلى القصيدة. نعم. أستاذة نضال. نعم. تفضلي. أسميت القصيدة شرقية. أنعم بهذا الاسم. قلت فيها شرقية والشعر يولد من دمي، ما همني من لا يريد تقدما. شرقية والشعر يولد من دمي، ما همني من لا يريد تقدمي. أنا بنت دجلة والشواعر حولنا ينهلن من شهد القصيد كزمزمي. أنا بنت دجلة والشوارع حولنا ينهلن من شهد القصيد كزمزمي. جميل. أنسام بغداد الحبيبة كلما هبت على وجهي يزيد تبسمي. يا الله. فأجود بالنظم المعتق في الدمى والحرف رقراقا يسير بنيسمي. لم ألتفت يوما لعقل غائر متكبر بين الورى ومحطمي يبغي التراجع من جميع نسائنا بخيال قول زائف أو مبهمي. أنا في شموخي نخلة وجذورها، لغتي التي منها البحور ومعجمي. أنبارنا نادت فكانت رحلتي. الله. عرس يقول لأحرفي لن تهرمي. أنبارنا نادت فكانت رحلتي. عرس يقول لأحرفي لن تهرمي. جميل. وعلى حديثة قد ذهت أزواء أنوارها وكأنها ذهب يفيض من جني. وعلى حديثة قد زهت أنوارها وكأنها ذهب يفيض بمنجمي. كانت قصائدنا بها كنوارس فضحت بإشراق لكل متيمي. قد قلت فيها ما يساور مهجتي وكسرت قيدا قد تقادم في دمي. إن تسألوا فأنا سليلتي عروض وأنا نضال والفصاحة معلمي. طبتي ودامت هذه الفصاحة وهذا الانتماء العروبي العراقي، ولا أريد أن أقول الجندري وإنما هو انتماء للطين العراقي،
كل العراق. دعيني الآن أخذك بجولة أنا وأنت وسادة المتابعون الكرام إلى شارع المتنبي، إلى شارع المتنبي، هذا الشارع المسكون بالثقافة وعبق الكلمة. ما الذي يعنيه شارع المتنبي للشاعرة نضال العزاوي؟ تفضلي. شارع المتنبي هو واحتي التي أطرب من خلالها وأغني من خلالها، هو انتمائي حسي التي أصبر إلى بغداديتي فيه حقيقة. أنا أبحث عن بغداديتي في شارع المتنبي التي افتقدتها في السنوات الأخيرة. أحسنتي أحسنتي أستاذة نضال. طيب ماذا عن كتابك الدرة البهية في شعراء الإسكندرية؟ حدثينا لو أحببتي باستفاضة عن هذه التجربة في حوارك مع الشعراء والأدباء. طبعا حين دعوتي مهرجان الإسكندرية الدولي نعم 2017 بدايات 2017 وهذا الجمع الغفير من الشعراء العرب، حقيقة هذا الجمع يعني أضاف في نفسي فرحة لهذا الجمع العربي، فأردت أن أوثق هذا الجمع العربي وأجعله تاريخ، فجمعت 25 شاعر وناقد وأديب من مهرجان الإسكندرية وعملت معهم حوارات، عملت في هذا المهرجان سنة كاملة من بدايات 2017 إلى نهايات 2000 وبدايات 2018 وطبعت الحوارات وجمعتها وطبعتها وأخذت الكتاب وذهبت إلى مصر في دعوتي الثانية إلى مهرجان الإسكندرية، وكان هذا واقع تاريخي في مصر لم يحدث قبله. مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل رفقة الشاعرة نضال العزاوي، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم معنا عبر سكايب من بغداد الشاعرة والصحفية العراقية الأستاذة نضال العزاوي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذة نضال، إن كنت معنا. كنت في جمهورية مصر العربية وشاركت في مهرجان الإسكندرية واشتقت للعراق فكتبت عن العراق قصيدة وكنت لم تتركيه إلا 15 يوما أو أقل، فتحركت داخلك الأشواق وكتبت شعرا إلى القصيدة، تفضل. نعم اشتقت لبغداد فقلت لها مهما ابتعدت فجمر القلب متقل يرنو لبغداد والأشواق تحتشد تغفو على بلسم النهرين قافيتي حيث الأماني مع الأحلام تتحدو خرير دجلتي يبدي العشف في ألق نبض الفرات بعشق فيه يحتشد وليل بغداد يبدي عاشقا سمين ومجلس الشعر في الشطآن ينعقد يغازل البدر والأنسام تردفه فيطرب الروح حتى يرقف الجسد
بغداد حب يزيح الهم من رئتي، يحيي فؤادي وفي الشريان ينفرد عشق الفرات، يدور الآن في كبدي كمثل فرح الهوى ما مسه أحد، وفي الرصافة ذكرى لا تفارقني عن بحر عشق سما ما زاده الزبد، أرض الكنانة تعني عشق ملحمتي، والنيل يزهو بقلبي وهو يغترد. يا مصر أنت المنى للروح يا بلدي، والقلب دون مياه النيل يضطهد. دام هذا الحب للعراق والحب لمصر وكل الوطن العربي حاضرا في نفس كل شاعر حر. دعينا نتحدث الآن أستاذة نضال عن العراق الحلم. ما هو شكل العراق الذي تأملين أن يكون عليه؟ هو حلم، حقيقة هو حلم، لكني أصبو لأن يتحقق هذا الحلم وأبنائي يرونه وأحفادي يرونه، أن يكون العراق بلد هو كمضيف للأمة العربية. حقيقة أتمنى أن يكون العراق هو طبق يأكل منه كل العرب ويستضيء به كل العرب، يحمي كل العرب. أتمنى أن يكون العراق يحتضن طفل العراق ولا يذله، أن يكون العراق أب حنون على العراقيين وأطفال العراق، أن يكون المستقبل مشرق. حقيقة حقيقة أتألم من أحلم في عراق موحد، عراق لا فيه غربية ولا شرقية ولا شمالية ولا جنوبية، لا كردي لا عربي لا مسيحي لا مسلم، الكل واحد. كثورة تشرين حين خرجوا وحدة موحدة لا ينتمي إلى الطبقات أو إلى السياسات أو ولا العقائد فرقتهم، اجتمعوا بوحدة وقلب واحد في العراق. أتمنى أن يكون العراق كذلك، حر طليق لا يريد أن يظلم أحد. وهذا بلا شك ما يرجوه كل حر. أستاذة نضال، على إعادة ذكرك لثورة تشرين مرة أخرى، رسالتكم إلى الشباب كل في مواقعه من أجل انتشال الوطن من حاله المرير ولتغيير واقع الحال الذي يعيشه العراق اليوم، رسالتكم إلى الشباب. شباب العراق اللي رفعوا راية العراق حقيقة رفعوها وهم يعلمون أنه سيصاب حين رفع هذه الراية، ستأتي له الطلقات الحية ومزيل الدموع، لكنه رفعها بقلب محب لأرض العراق. حقيقة أغلب شهداء العراق اللي استشهدوا على ساحة التحرير لا يملكون الألف دينار. تعرف واحد لقوا بجيبه 500 دينار، تعرف هاي الفئة إيش قلت يعني الطفل ما يقبل بيه، كلهم فقراء. قيادة الثورة كانت للفقراء، فأنا أسميتها ثورة الجياع وكتبت عنها مقالات عدة ونشرتها في معظم جرائد العراق. حقيقة هي ثورة الجياع، وكتبت عن شهداء الثورة الكثير. وهي ولا يعني شك أيضا ثورة الباحثين عن الحرية أستاذة نضال، لا شك أنها أيضا ثورة الباحثين عن الحرية. طبعا طبعا الشعب العراقي حس بقيود دكتاتورية الكثير من السنوات، عانى الكثير وأكثرهم فقراء، الفقر والمرض والجوع والتخلف. وأغلب طلاب المدارس الابتدائية تركوا الدراسة والتجأوا للعمل. اللي استشهد أبوه في انفجار، واللي استشهد أبوه في ساحة الحرب، واللي استشهد أبوه في
ساحات التحضير. هنا بدأت الأمية حقيقة. الشعب العراقي 90% جهل، وهذا كارثة كارثة. نحن نقول اطعموهم، لا والله لا نطعمهم، نريد أن الوعي، نريد حرية، نريد أن نبث الوعي في نفوس هذه الفقراء. أنا قبل شهر قلت في أحد لقاءاتي أنه كثير من المنظمات المدنية تطعم الفقراء. أنا لا أريد تطعم الفقراء فقط، أريد أن توعي الفقراء، محاضرات توعية حتى ينهض هذا الفقير ويطالب بحقه. نعم. لا نطعمه، أقول لا لا لا, لا تطعمني سمكة، علمني الصيد. أحسنتي أستاذة نضال. علموهم أن يدافعوا عن حقوقهم، أن يعيشوا أحرار. دعينا نعود إلى وجع المرأة العراقية، ما رأيك؟ طبعا المرأة العراقية من أول نساء الوطن العربي وأصور العالم جميعا بكتم الوجع واحتمال الأوجاع، وبظل تراكمات النزاعات والتراكمات والحروب وهذه الظروف التي تمر بها المرأة العراقية في العراق لا تحسد عليها حقيقة يعني. طيب ماذا عن ألم الواقع الذي ترك أثاره في حياة المرأة العراقية، كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو حتى صاحبة طموح تسعى إلى تحقيق ذاتها في بلادها ولم تجد ذاتها بعد؟ طبعاً المرأة العراقية بحد ذاتها هي كتلة من الصبر والطموح في والإنجاز في نفس الوقت، مع أنها تتحمل الصدمات في الحروب وفي وخصوصا في ثورة تشرين المباركة. رأينا النساء العراقيات والمرأة العراقية وقفتها مع الرجل، كان زوجا أو أخا أو ابنا، وكثير من النساء فقدنا أبنائهن في ثورة تشرين وجلست في ساحات التحرير وهي تطبخ للثوار من بعد ما استشهد ابنها. الله. هذا طبعا رأيناه في أم عيننا. هذه نماذج مشرفة حقا، ومن المؤكد أن القصيدة وثقت مثل هذه المواقف. على أي حال خذينا إلى ما تحبين من قصائد الآن، واقرأي علينا ما شئت من شعر الثورة الذي تحبينه ولا شك في ذلك، تفضلي. طبعا كتبت عن حسرة المرأة وهي تودع ابنها وهو في ريعان شبابه، وتصور الكل عرف أنه أكثر وأغلب الثوار لا يتجاوز عمرهم 14 و 14 سنة. أستاذة نضال، ما هي رسالتك إلى كل شاعر حتى يعيش شعره؟ طبعا رسالة لكل الشاعر وكل أديب وكل إعلامي وكل المثقفين في الساحات الأدبية المكتبة طبعا في الشعراء والمثقفين. أقول لكم اكتبوا بصدق، لا تهابوا أحد ولا تتسيسوا، اكتبوا للوطن للأرض للفقراء، اكتبوا بحب. دعوا الأحقاد، دعوا الأموال، اكتبوا لترفعوا راية البلدان، اكتبوا لتوحدوا الأمة العربية. هكذا هو الشعر، وهكذا هي الكلمة الحرة في طريق الإعلام أو المثقف أو الأدب، وهكذا تكون النصيحة. أستاذة نضال، إلى قصيدة من لون أدبي آخر مختلف، إلى القصيدة الجديدة، ماذا تحبين أن تقرأي هذه المرة؟ ربما لون أدبي مختلف. طبعا نخرج قليلا من الحزن إلى تفضلي. الغزل والحب. تفضلي واقرأي ما تحبين. فكتبت للمرأة التي هي في عمري طبعا في عمر 50، فقلت في قصيدة يا يوسف. تفضلي. جسدت زليخة كأني أنا، فقلت لها أحب في 50
والنوى مجددا لأن الصوت تقطع قليلا. لك أن تبدأ القصيدة الآن، تفضلي. القصيدة يا يوسف، أحببت في الخيل والقلب انكوى، وهواك في العشرين غصن أخضر، يا يوسف الصديق نيران الهوى، تمشي على جمر السنين وتعثر. ذرني زليخة والغرام أطاح بي في صمتك الأبني، كيف سأصبر يا آثري، والليل يعزف حيرتي، وهواي والباب العقيم سيكسر. أفرت بجرحي مثل بست قميصه، فقد جبتني والباب حولي ينظر. فمشيت لكن قد رجعت إلى الوراء، وبحد سكيني عرفت سأنحر. وعزيز روحي عنه مالت ضحكتي، وبضحكتي خلت الوجود سيزهر. أنا يا زليخة والنساء تزورني، وبكل كسب نصلها يتضور. ما زال يقرأ للسنابل حلمه، وإلى العزيز بما يريد يفسر. سيظل في قصر المنى مستوحشا، وله عصافير الخمور تنقر. يا أيها الصديق لست سواءنا، في قصر مملكتي إليك سأسهر. شكرا أستاذ مصطفى، بورك بك. في الختام لابد من كلمة أستاذة نضال العزاوي، كلمة للتاريخ من أجل العراق، الوطن والشعب العراقي، ماذا ستقولين في ختام هذه الحلقة من أجل العراق والعراقيين؟ تفضلي. طبعا أقول لكل الأمة العربية ولكل الشعوب العربية، اعلموا واطمئنوا، العراق لن يموت بإذن الله. سيبقى العراق وفيا صامدا أسدا وجه كل الطغاة، وسيسمو التاريخ إن شاء الله للعراق والعراقيين لولا زهريا سرمديا إن شاء الله بإذن سيتعافى بإذن الله. هذا مؤكد ومعقود بنواصي الشباب وعزائم الشابات وجميعهم في ساحات التحرير والاعتصام من أجل استعادة الوطن الذي يريدونه، وحتما أنتم على ذلك قادرون، وكذلك ستكونون على الحق ظاهرين. شكرا لك أستاذة الشاعرة والصحفية العراقية أستاذة نضال العزاوي. شكرا لكم، وشكرا لقناة الرافدين ولكادرها المبدع، وشكرا لكم ولإثراء هذه المشاهد الثقافية وإظهارها للمجتمعات الأدبية. بورك بك، ونتمنى لمثل هذا اللقاء أن يكون يوما حاضرا وواقعا في الاستوديو، وإن شاء الله سيكون ذلك عما قريب. تحياتنا أستاذة نضال العزاوي الشاعرة العراقية، كنت معنا من بغداد عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.